جديدة يطلقها وزير النقل صالح الجبواني عبر قناة بلقيس لإعادة تقييم العلاقة بين الحكومة والتحالف. ما هي الآثار السلبية لتردي هذه العلاقة وانعكاسها على مظاهر الحياة بعدن؟ وكيف يمكن إنهاء الأخطاء في هذه العلاقة؟ أهلا بكم. قال وزير النقل صالح الجبواني لقناة بلقيس إن النقاط الأمنية التي تنتشر على طول الطريق من عدن حتى الضالع تعيق حركة المواطنين والنازحين وتعرقل الحركة التجارية للشاحنات والمركبات، وإن أحد الأخطاء الكبيرة للتحالف في عدن عدم ضبط القوات التي تقع تحت إمرته، مؤكدا أن أي قوات خارج إطار الدولة تعتبر ميليشيا. ينتهي كلام الوزير لتبدأ تساؤلات الناس المشروعة في وجه الشرعية والتحالف معا. ماذا يعني استمرار هيمنة الميليشيا والقوات غير النظامية على أوجه الحياة بعدن؟ ولماذا يستمر تعطيل المؤسسات وإعاقة الإغاثة والمواد التجارية ومصالح الناس في المنافذ البحرية والجوية والبرية؟ هل سيستمر تدخل الإمارات بصورة تعطل حضور الدولة؟ خصوصا أنه لم يمضي أسبوع واحد على التصريحات المستفزة لمشاعر اليمنيين من إماراتيين حول سقطرى. ألم يحن وقت تصحيح العلاقة بين الشرعية والتحالف والالتفاف حول معركة استعادة الدولة؟ للأخوان الموجودين هنا من التحالف في عدن أنهم لم يضبطوا هذه القوات التي تشتغل تحت أمرتهم، فأنا قد نقاط من داخل الميناء إلى داخل الضالع. تصريح جديد لوزير النقل صالح الجبواني يجدد فيه دعوته لإعادة تقييم العلاقة بين الحكومة الشرعية والتحالف. الوزير الذي عرف بجرأته في طرح مواقفه السياسية وكشف التصدعات التي أصابت علاقة الحكومة بأطراف في التحالف يعود مجددا لطرح أسئلة شائكة حول طبيعة القوات التي تسيطر على الحياة العامة بعدن وحركة النقل والتجارة. فنحن من هنا نقول لهم يا أخوتنا في التحالف لنصحح كل الأخطاء، نحن وأنتم، نحن أيضا عندنا أخطاء، لنصحح كل الأخطاء نحن وأنتم ونبدأ مرحلة جديدة لكي ننتصر على الحوثي. لا مجال لدينا إلا ننتصر على الحوثي. الميليشيات والفصائل والقوات غير النظامية الخاضعة لسلطة الإمارات في عدن تمارس نوعا من التضييق على الحياة العامة، بدءا باحتجاز البضائع والمعونات في الموانئ والنقاط الأمنية الخاضعة لها، مرورا بإعاقة حركة تنقلات المواطنين والنازحين، وصولا إلى قمع الحريات ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية. نقاط تمتد من ميناء عدن إلى الضالع تعمل على تعطيل وصول بضائع وحاويات لتجار في المحافظات الشمالية. لغة الوزير الاحتجاجية تكشف عن الحالة التي أوصلت الشرعية في عاصمتها الثانية إلى الاستلاب السياسي وخروج القرار الأمني من يدها. ليعود السؤال مجددا بعد 4 سنوات، ما الذي تحقق من هذا التحالف؟ خصوصاً أن ما تشهد بقية المناطق المحررة أو تلك التي لم تطلها أقدام ميليشيات الحوثي كالسقطرى والمهرة اللتين باتتا تشهدان صراعاً وجودياً بين أبناء الأرض والقوات التابعة للإمارات والسعودية. وأؤكد لكم بإذن الله أن أهل سقطرى سيكونون جزءاً من الإمارات. صراع نفوذ يكاد يقوض سيادة البلد أمام مسمع ومرأى من شرعية توشك على خسارة مشروع استعادة الدولة والحفاظ على ما تبقى من أراضي بلد يضيع بين مخالب الضباع. إذن مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه الحلقة المحامي والناشط الحقوقي فواز عويضاني من عدن عبر الأقمار الاصطناعية، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فواز. مساء النور، أهلا وسهلا بك أختي. أهلا بك أستاذ فواز. واليوم هناك تصريحات ربما مكررة لوزير النقل صالح الجبواني، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، ولكن يعني بصعوبة. نعم سأعلي صوتي قليلا. إذن اليوم تصريحات مكررة لوزير النقل صالح الجبواني يتحدث فيها عن الأوضاع في عدن ويدعو أيضا إلى إعادة تقييم العلاقة بين التحالف والحكومة الشرعية ويشكو كيف أصبح مصير عدن، ما تعليقك على هذا التصريح؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأوضاع في عدن باتت معطلة أكثر من أول، باتت
يعني بات صورة لا دولة في عدن باتت تعود إلى صورتها السابقة بعد الحرب ب 2015. للأسف هناك عدة عوامل ومؤشرات، منها تقصير من الدولة في الجانب الإعلامي، منها غياب القضاء، منها أيضا انتشار الميليشيات، وأيضا هناك أسباب أخرى دولية وإقليمية، طبعا تدخلات بعض الدول يعني كالدول المسيطرة فعليا على المناطق المحررة حاليا، سواء في عدن أو في المناطق المحررة والمجاورة والموانئ. طبعا هناك تدخلات سافرة، تدخلات في البعد السياسي الداخلي في القرارات. الإمارات العربية المتحدة للأسف على قدر ما ساعدتنا في عدن وفي المناطق المحررة، على قدر ما هي الآن تمارس سياسة المستعمر من خلال نشر الفوضى، من خلال ممارسة سياسات فرق تسد، والمخالفات أو انتشار استمرار انتشار الفوضى في عدن، وذلك لضمان بقائها في أكثر مدة ممكنة في داخل عدن والسيطرة على الموانئ والمناطق الحيوية. نعم. طبعا لا نختلف كثيرا لما قال مع الوزير، هناك حالة شلل، وهناك للأسف بعض الموالين للإمارات العربية من لديهم مصالح ربما ضيقة فوق المصلحة العامة للشعب، يقوم بمساعدة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ما هي يعني أبرز الأعمال التي يقومون بها، يعني أبرز الإشكالات أيضا التي تواجهها عدن؟ عفوا أرجو عاد السؤال بس. نعم، أنت كنت تتحدث عن بعض يعني من يدينون بالولاء للإمارات ويقومون بمساعدتها بأعمال مختلفة، سألتك عن هذه الأعمال، ما هي أبرز الأعمال التي من خلالها يتم إعاقة حضور الدولة ويتم شلل المدينة بشكل تام؟ تغييب نعم سمعتك، تغييب الدولة، تغييب الدولة متمثل في العديد من الأوجه، يعني هناك تغييب القضاء، هذا القضاء هو الدولة. نعم. توقف القضاء عن ممارسة أعمالهم في 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 الفصل في الدعاوى في القضايا، هذا يعتبر إضرار بالمواطن نفسه، يعني لا يعد، حتى وإن كان هناك مطالب مشروعة للقضاء، يريدون الضغط بها على الدولة، يريدون، لكن هناك قلب مفا، يعني هناك تعارض في المصالح، هناك قلب المصالح ودرب المفاسد، لذلك هناك مفسدة كبيرة في إيقاف المحاكم وتغييب الدولة، وهناك انتهاك صارخ على اعتبار أن القضاء هو الدولة، فهناك انتهاك صارخ على المواطن في حقه، في حرمانه من حق من حقوق التقاضي. هنا هذا وجه من الأوجه التي تمارس على المواطن. نعم. في تغييب الدولة. نعم. هناك أيضا انتشار الميليشيات بشكل كبير في عدن، يعني أصبح المواطن في حالة إرباك، إذا تحصل له مشكلة فين يروح؟ يعني يروح يشتكي عند الجهة الفلانية أو عند الكتائب الفلانية أو عند لا يوجد يعني نمط معين، دولة معينة يستطيع المواطن أن يمارس حياته بشكل طبيعي بشكل يومي. لذلك نحن نقول أن انتشار الميليشيات، تغييب إغلاق المحاكم ليس في صالح المواطن، مع احترامنا الشديد طبعا لمطالب القضاء وللمطالب اللي تعد ربما مشروعة، ولكن كانت الآليات ربما ليست مشروعة، لأنه استخدم المواطن في الضغط على الدولة وهم جزء من الدولة. نعم. إذا أستاذ فواز، يعني هل استسلمت الحكومة لكل هذا الأمر الذي تتحدث عنه، يعني التغييب التام، القضاء المعطل، انتشار الميليشيا، هل تقبل الحكومة وتظل بدور المتفرجة، أم أن هناك خطوات أو ملامح لسحب البساط من يد هؤلاء؟ بشكل فعلي الحكومة يعني تحاول أن تصارع من أجل البقاء، الحكومة يعني لا تملك الكثير في على أرض الواقع، فالمسيطرين على أرض الواقع هم دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا شيء معروف للجميع، والموالين لهم من الميليشيات التي تمتلك قوة كبيرة بدعم من الإمارات العربية المتحدة. الحكومة تحاول البقاء
بشتى السبل تحاول أن تمارس عملها ببعض الأمور المتاحة لها. فخامة الرئيس عبد الرب منصور يحاول إيجاد حلول، يحاول إيجاد دولة في 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 المناطق المحررة، ولكن هناك بعض الصعوبات، هناك تدخلات قوية لا يمكن أن تواكب. ما الذي قام به؟ ما هي المحاولات هذه أستاذ فواز؟ يعني نعم تحدث عن محاولات لرئيس الجمهورية، ما هي يعني؟ هل تركت أثرها؟ نعم قبل نعم تقريبا عام. نعم سمعت، قبل تقريبا العام كانت أو أكثر من يعني عام وبضعة أشهر كان لا يوجد قضاء، كانت المحاكم مغلقة بشكل عام نتيجة الحرب. نعم. نتيجة الدمار، نتيجة ده كان هناك تفعيل للمحاكم، كان هناك إعادة تأثير، كان هناك إعادة بناء، كانت هناك بداية حركة أو خطوات لعمل دولة في المناطق المحررة. وبالفعل بدأت المحاكم وبدأت الناس تصرف الصعداء، بدأت المحاكم بممارسة عملها. كان هناك بعض التوجهات لإعادة الحكومة بشكل عام معالي دولة رئيس الوزراء إلى اليمن والوزراء، ولكن كان هناك دائما عراقيل تحصل لا نعرف لماذا لإعاقة الحكومة، وهذا أدى إلى يعني خشية بعض الوزراء على أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى أسرهم وحتى المواطنين. نعم إذن ينضم معنا الأستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا، مساء النور عليك وعلى المشاهدين الكرام وضيوفك الكرام. أهلا بك. إذن أستاذ مختار، يعني كيف تابعت تصريحات وزير النقل من عدن والذي دعا إلى إعادة النظر في العلاقة بين التحالف والشرعية؟ تصريحات الوزير طبعا أعتقد ليست الأولى، قد صرح معالي الوزير وكثير من الوزراء أيضا إلى ضرورة إعادة النظر في العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين التحالف العربي لمعالجة الاختلالات التي تحدث بين الفترة والأخرى سواء في المناطق الجنوبية أو في المناطق الأخرى. وللأسف الشديد أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك بوادر، بل أن للأسف الشديد أن الإمارات العربية المتحدة مستمرة في نهجها في دعم الميليشيات المنفلتة في مدينة عدن من نخبة وحزام وغيرها. وفي ربما لأنها لم تجد من يوقفها أستاذ مختار، يعني هي بالتأكيد ستستمر سعيا وراء مصالحها، ولكن الغريب أن تستمر الحكومة في صمتها ولمبالاتها. الحكومة طبعا المبرر الذي أراه أنا من وجهة نظري أنها حريصة على استمرار التحالف العربي لاستكمال معركتنا الوطنية ضد الاحتلال، ضد الميليشيات الانقلابية التي انقلبت على الدولة. هو أي موقف صادم ضد الإمارات أعتقد أنه سيصيب التحالف العربي بإشكالية، لأننا نعرف حقيقة أن التحالف العربي هو دولتين فقط، المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات، وهي أكثر دولتين يقوم عليها التحالف. بالتالي لو خرجت الإمارات وهو المفترض أن يتم فعلا توجيه لفت نظر، من المفترض أن يتم مصارحة الإمارات بكل ما تعمل من عبث في سواء سقطرة أو في عدن أو في كافة المناطق والمحافظات من توجهات وأجندة مشبوهة للسيطرة على المناطق الاستراتيجية والموانئ والمطارات وغيرها، ومصارحتها بكل هذه الأعمال. إما تتوقف فورا عن ما تقوم به، أو يجب أن يتم اتخاذ، لأنه استمرار هذا العبث واستمرار الإمارات بسيطرتها على مناطقنا الاستراتيجية أنا أعتقد أنه يعني قد يكون نفس الوضع في المناطق الشمالية التي هي تحت سيطرة الميليشيات، هو نفس الوضع حينما سيطرت الإمارات وجلبت ميليشيات خارج إطار الدولة وانقلبت على الدولة وانقلبت على أهداف التحالف العربي. نعم، إذن هل يعني تجد أنه منذ تعيين الدكتور معين عبد الملك ومكوثه أيضا في عدن تحسن وضع الحكومة كحضور في العاصمة، أم أنه حضور أيضا شكلي ومفرغ من القيام أو من أدواته للقيام بمهامه كما يجب؟ الحكومة طبعا كحضور هي متواجدة بالفعل، ودولة رئيس الوزراء أعلن منذ اليوم الأول أنه لن يلتفت للملف السياسي والعسكري، وهذا هو صلب من أهم الملفات التي لا بد أن تسعى الحكومة، الملف الأمني والعسكري وكذلك الملف السياسي. بالتالي حضور دولة رئيس الوزراء في عدن هو مهم جدا، ووفق توافقات بأن لن يتم التطرق إلى
الوضع العسكري والوضع الأمني في مدينة عدن، حتى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لم يعد يتحدث ولم يعد يعني ينتقد ما تقوم به الميليشيات، مع أن الميليشيات المتواجدة في عدن هي نفس الوضع، هي مسيطرة على النقاط الأمنية، هي مسيطرة على المهنة، هي مسيطرة على المطار، هي مسيطرة على كافة النواحي الأمنية في مدينة عدن والمحافظة المجاورة لها. بالتالي لم يتم اتخاذ خطوة ولم يتم يعني استيعاب هذه الميليشيات في إطار الدولة، وهو الاتفاق الذي كان من المفترض أن يتم تنفيذه بعد زيارة فخامة الرئيس إلى دولة الإمارات، وكذلك زيارة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري حينما زار دولة الإمارات. كان من المفترض أن يتم تنفيذ الاتفاقيات، وهي استيعاب هذه الميليشيات ودمجها في إطار الأمن وكذلك في إطار الجيش. الوضع لم نفس الوضع تماما، لا يوجد هناك أي تقدم في هذا الملف، وطالما استمر الوضع كما هو في مدينة عدن والمناطق الأخرى بميليشيات خارج إطار الدولة، فإن حضور الدولة سيكون ضعيف، وأيضا أداء الحكومة الشرعية أيضا سيكون ضعيف في هذه المناطق، لأن أهم مصادر القوة وهي المال والقوة سواء جيش أو أمن لا يتواجد بيد الدولة، بل بيد أطراف أخرى تعبث وتبتز الحكومة بالطريقة التي تريد. نعم، إذا هل ما زال الرئيس هادي غير قادر على الرجوع إلى عدن؟ خاصة أستاذ مختار يعني أنه في ظل هذا الصمت وفي ظل أيضا وجود الحكومة دون تدخل سياسي وأمني، قد ربما يفسر بأنه شرعنا للوجود الإماراتي بصورة أو بأخرى. بالنسبة لفخامة الرئيس، المعلومات هي كما تحدثت أنه يعني ما زال حتى هذه اللحظة يمنع من العودة إلى مدينة عدن، والإمارات هي التي تمنع عودة فخامة رئيس الجمهورية، وأيضا هناك عدد كبير من المسؤولين في الحكومة الشرعية يمنع عليهم العودة إلى عدن ولا يستطيعون الدخول إلى مدينة عدن، لأن الإمارات وميليشيتها مسيطرة أولا على الوضع الأمني، على المطار، على المنافذ. أما بالنسبة لعودة الرئيس، فعودة الرئيس طبعا حينما عاد آخر في المرة الأخيرة عاد، وكان الاشتراط أن يظل لفترة بسيطة جدا وهي تقريبا 10 أيام، ولكن فخامة الرئيس استمر تقريبا 2.5 شهر، وهذا طبعا أزعج الإمارات للأسف الشديد، التي من المفترض أن يكون أهم هدف لها وهو أهم هدف من أهداف التحالف هو عودة الحكومة الشرعية لقيادة الدولة، لكن للأسف الشديد الإمارات انقلبت على أهداف التحالف العربي. نعم، إذا بهذا الانقلاب أستاذ مختار والرئيس ماكث في الإمارات في أبو ظبي عفوا، لما لا يتم في الرياض، لما لا يتم يعني التدخل السعودي على الأقل في هذا الموضوع، يعني لما لا يتم إشعار السعودية برغبة الرئيس هادي بالعودة؟ يعني في نهاية الأمر هو مقيم في الرياض وليس في أبو ظبي، يستطيع أيضا أن يجعل السعودية تعيده وقتما يشاء، هكذا يفترض. نعم، بالنسبة لفخامة الرئيس طبعا تم تسليم أكثر من خطاب احتجاج لقيادة التحالف العربي المملكة العربية السعودية لما قامت به دولة الإمارات من دعم للميليشيات، وكثير من النقاط تقريبا 31 نقطة تم صياغتها في خطاب وتم تسليمها لقيادة التحالف للمملكة العربية السعودية، والمملكة العربية السعودية طبعا تحاول بكل ما تستطيع لرأب الصدع ويعني تقديم بعض الحلول، ومنها طبعا ما حدث في أحداث يناير. كانت المملكة العربية السعودية هي التي قادت هذه الوساطة، وانتهت أعمال التمرد التي قادها مجلس ما يسمى بالمجلس الانتقالي، والمملكة العربية السعودية تحاول قدر الإمكان أن يعني تقدم وساطات وكذلك حلول وسطية في موضوع علاقة الشرعية وعلاقة فخامة الرئيس مع الإمارات. ونحن نتمنى في الأخير، نحن لا نتمنى يعني أن ينتهي التحالف العربي قبل أن ننجز يعني مهمة التحالف العربي، وما أرغب فيه فعلا هو أن يتم الجلوس على طاولة الحوار وأن يتم مكاشفة ومصارحة ومعالجة الوضع ومعالجة الاختلالات بين الحكومة والتحالف العربي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ فواز. إذن أستاذ فواز، ما هو تعليقك على حديث الأستاذ مختار؟ أتمنى أنك استمعت إليه.
خاصة فيما يتعلق من فرض الإمارات على سياسات مختلفة منها عدم القبول بعودة الرئيس هادي. نعم، أشكر الأستاذ مختار على هذه الكلمات الجميلة التي فسر بها، ويعني الوضع في 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 عدن بمنتهى السلاسة ومنتهى الدقة وباختصار شديد. طبعا أريد أن أضيف أن الإمارات العربية المتحدة يعني يجب ألا نكثر باللوم عليها، فهي دولة تريد أن تحافظ على مصالحها في المنطقة وتريد أن تحافظ على مصالحها في عدن على وجه الخصوص في المناطق المجاورة. من نوجه لهم اللوم بشكل كبير هم أبناء الوطن، أبناء المناطق الجنوبية، ممن يوالونها الإمارات العربية المتحدة، ممن يدافعون عنها، ممن ينفذون أجنداتها بمنتهى الدقة دون أن مراعاة لمصلحة المواطن، دون مراعاة لمصلحة الشعب اليمني، دون مراعاة لأبسط حقوق المواطن في عدن أو في المناطق المحررة. من يريد أن الانفصال، من يريد يمارس حقه بكل شفافية، ويجب أن يكون القرار من الداخل وليس من الخارج. لن يمنح الانفصال من الخارج، ولن تعطي الإمارات ولا غير الإمارات الانفصال، ومن يرتهن إلى ذلك سوف يكون مصيره الذل والهوان فقط. نعم، إذن بهذا الشكل الخاسرة الحقيقية هي عدن، مدنيتها التي تعود إلى الوراء بشكل واضح، انتشار المسلحين فيها بشكل غير مسؤول، الاختطافات، المداهمات، عدم الأمن، تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير، عدم توفر الخدمات التحتية، كل ذلك لم تستطع أن تقدمه الإمارات التي تحاول فرض سيطرتها فعليا على المدينة. عفوا، الجزئية الأخيرة فقط أختي. نعم، يعني أن الإمارات لم تستطع تقديم أي خدمات ولا تصحيح الوضع في عدن، على العكس تزداد الحالة سوءا كما هو ملاحظ، سواء في القطاع الخدمي أو في القطاع الأمني أو في القطاع البنيوي أيضا. نعم 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 نعم، الملاحظ أن التدخل الإماراتي في بداية الحرب أو في بداية تدخلها كان تدخل قوي وكان تدخل عسكري، ولكن فيما بعد مارست الإمارات ممارسات المحتل، نشر الفتن، نشر الأسلحة، نشر توزيع الأموال الطائلة على الجميع، استقطاب القيادات، استقطاب القيادات الميليشيات، لم تقدم أي دعم ملموس على أرض الواقع مقارنة بأي دولة أخرى كانت تدعمها بعد الثورات الربيع العربي أو بعد الثورات التي بدون ذكر أسماء دول. لا يوجد دعم ملموس من قبل الإمارات في عدن سوى بعض علب الدهانات على المدارس، وهذه أصبحت مجال النكت والسخرية في الشارع العدني. نعم، إذن أستاذ فواز، ألا تظن أن أيضا الإمارات تخسر كثيرا بتحويل عدن إلى مجرد قرية قديمة لا تصل إليها الخدمات، فبالتالي تنتشر الفوضى وينتشر عدم الأمن، مما يتسبب بصورة أو بأخرى لمساءلتها عن هذا الوجود الذي تدعي أنه لمصلحة عدن؟ نعم، كما قلت الإمارات تحاول تحافظ على مصالحها داخل عدن، وسوف تستميت في ذلك، وسوف تفعل مع كل الخطط الاستعمارية، كنشر الفتن، كنشر الفوضى، فرق تسد، استقطاب القيادات، شراء الذمم والأنفس. هي تريد أن تحافظ على مصالحها طول ما عدن موجودة تحت الفوضى وتحت هي الإمارات سوف تكون في الريادة، وعلى وجه الخصوص موانئها، وهي تقصد أو هي تستهدف دائما الموانئ الحيوية في المنطقة، وأهم منطقة في وأهم ميناء في المنطقة هو عدن. نعم، ولذلك لا تريد له أن تقوم له قائمة. نعم، إذن لو تحدثنا عن نقطة هي مسألة حرص الحكومة الشرعية والتي طرحها الأستاذ مختار على بقاء الإمارات ضمن التحالف الذي يعني هو طوق النجاة الوحيد لإعادة الشرعية كما تظن وتعتقد الحكومة، فبالتالي لا حديث موجه ضد الإمارات، هل تعتقد أن ذلك منطقيا أو معقولا أو حتى يبرر للحكومة هذا التخاذل؟ أنا في اعتقادي أن بات من الضروري الآن
اخراج الامارات العربيه من التحالف العربي، لانه اصبح يشكل عائقا على الشعب اليمني لا سيما في المناطق المحرره. لم يقدم شيء في المناطق، يعني قدم في البدايه بعض الدعم اللوجستي وبعض العسكري وده، ولكنه لم يقدم الان اي شيء يذكر سوى المحافظه على مصالحه بشتى الوسائل. اصبح يشكل عائق كبير على الشعب على الشارع في المناطق المحرره. هناك سجون سريه، هناك معتقلات، هناك يعني اضطهادات على المواطن. اصبحت الامارات تشكل عبء على عدن وعلى المناطق المحرره اكثر ما تشكل طوق نجاه. نعم. لذلك عليها ان تخرج من التحالف. إذن هناك من يرمي بتهمة إعاقة حضور الدولة أستاذ فواز إلى بعضهم يقول الحكومة، وبعضهم يقول المجلس الانتقالي، وبعضهم يقول لا هو التحالف. برأيك أنت على من يوجه اللوم في عدم عودة الحكومة بشكل جدي وفاعل؟ يعني الأصل لا يوجد دولة تريد الخير لليمن، لا الإمارات ولا دول أخرى، لا قطر ولا السعودية ولا تركيا، ولا من يريد الخير لهذا البلد هم أبنائه. نعم، وهذا ما يفترض. صحيح. لذلك من سيحافظ على البلد، لذلك من سيحافظ على البلد هم أبنائه، ومن سيحافظ على نهضته وعلى تطوره وعلى مستقبله. نعم. هم أبنائه. ونحن يجب على ثقة من نتحد جميعا فيما بيننا. نعم. صحيح. نعم نعم، يعني هذا ما نتوقعه من أبناء الشعب الجنوبي، أن ينتبهوا لكل هذه الأطماع التي تحاط بمدينتهم. الشعب اليمني ككل وليس الشعب الجنوبي. نعم نعم صحيح. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ فواز العويضاني الناشط والمحامي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معنا عبر الهاتف الناشط السياسي أحمد ماهر من عدن. مساء الخير أستاذ أحمد. نعم، إذا فقدنا الاتصال إلى أن ينضم معنا من جديد أو ينضم أحدهم من ضيوف هذا المساء. نسترجع تصريحات وزير النقل والذي دعا إلى مراجعة العلاقة بين الحكومة والتحالف، والذي أكدها أيضا ضيفنا السابق مختار الرحبي وكذلك فواز العويضاني بقولهم أنه لابد من مراجعة هذه العلاقة فعليا، حيث أن الإمارات توغل سيطرتها على المدينة، وأيضا تحاول أن تفرض هذه السيطرة من خلال دعم كثير من الجماعات وتحويلها إلى ميليشيا، ومن خلال أيضا عدم عودة الدولة. ثم تحدث أيضا لقناة بلقيس أن النقاط الأمنية، صالح الجبواني تحدث أن النقاط الأمنية التي تنتشر على طول الطريق من عدن حتى الضالع تعيق حركة المواطنين والنازحين، وتعرقل أيضا الحركة التجارية للشاحنات والمركبات، مما يؤدي بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام إلى انفلات الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي أيضا في عدن، في ظل عدم عودة الرئيس هادي وعدم تمكين الحكومة المتواجدة ليس كليا وإنما بعضها في المدينة. كل ذلك يؤدي إلى أثار سلبية في استعادة الشرعية حقيقة. تحدث الأستاذ مختار عن نقطة مهمة، وهي عدم عودة أو عدم الاستماع إلى مطالب الرئيس هادي في العودة إلى عدن. إذن عاد الأستاذ أحمد ماهر معنا. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء. مرحبا بك. وكيف تابعت تصريحات وزير النقل والذي دعا إلى مراجعة العلاقة بين الحكومة والتحالف، وهو ليس التصريح الأول له؟ أولا، تصريح معالي وزير النقل ليس الأول ولم يكن. نعم. الأخير، وسوف يستمر هذه التصريحات ما دام هناك فجوة في العلاقة ما بين التحالف والحكومة الشرعية ورئاسة الجمهورية. التحالف العربي جاء من أجل من الميليشيات الانقلابية وإعادة بناء مؤسسة الدولة في المحافظات المحررة. إلى حد الآن نجد بعض العراقيل أو بعض المماحكات السياسية أثرت سلبا على بناء المحافظات الجنوبية المحررة.
التي لا يوجد فيها ميليشيات حوثية، برا أن هناك تعطيل بعض الخدمات وتعطيل بعض الأعمال السياسية، وهناك أيضا بناء ميليشيات خارجة عن إطار الدولة تعطل بعض الأعمال، وهذا يعود سلبا على عمل الحكومة وتواجدها في الأرض وأظن حتى على عمل رئاسة الجمهورية. فنتمنى من التحالف العربي إعادة هيكلة السياسة القائمة بينهم وبين الحكومة الشرعية حتى نستطيع بناء عدن والمحافظة المحررة وإعادة استعادة ما تبقى. نعم، إذا منذ مجيء الدكتور معين أستاذ أحمد، هل تعتقد أنه يعني أتيحت له بعض المساحة للتحرك في الملف الاقتصادي والخدمي أيضا؟ أنا علقت على تعيين المعالي رئيس الوزراء عندما جاء إلى المحافظة الجنوبية وبدأ يتجول بأريحية داخل عدن، ولكن قلت في نفس السياق أنه لا يمكن أن نستطيع أن نحكم على مدى السماح لمعالي رئيس الوزراء بالعمل داخل عدن إلا إذا رأيناه يتحرك ويزور كافة مؤسسة الدولة الخدمية والأمنية ويتجول فيها ويصدر قرارات صارمة، يقيل بعض الأشخاص الفاسدين ويعين أشخاص جدد لعمل لإعادة هيكلة بعض المؤسسات. هنا سوف نرى وننظر أن التحالف أعطى الضوء الأخضر إلى معالي رئيس الوزراء بالعمل. أما إذا رأينا عدم تحرك كافة مرافق الدولة والحكومة، عدم وجود كافة الوزراء داخل عدن، نعلم أن هناك وزراء موجودين في السعودية موجودين في مصر لا يستطيعوا العودة إلى عدن، وهذا شيء لا يخفى على أحد، هذا أيضا خطأ قائم عليه التحالف ونتمنى إعادة تصحيحه. سوف نرى أن رئيس الوزراء انتصر إذا رأيناه يتحرك بأريحية، إذا رأينا أشياء بارزة يعملها على أرض الواقع يستطيع. يعني خلال هذه المدة لم تروا شيء يمكن الحكم عليه؟ أشياء بسيطة إلى حد الآن لم نرى إلا أشياء بسيطة، ونحن نتطلع أشياء كثيرة من رئيس الوزراء يستطيع أن يقدمها إذا كان هناك تفاهمات سياسية بين التحالف العربي وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية. نعم. المواطن داخل عدن منذ 3 سنوات يتمنى أن ينتهي الأزمة السياسية الموجودة داخل عدن، يتمنى أن تعود وزارة الداخلية للعمل مثل ما كانت، يتمنى أن تعود المؤسسة الخدمية مثل ما كانت سابقا. لا يخفى على أحد أن عدن لا يمر عليها شهر إلا هناك يعني. نعم، إذا ابقى معنا أستاذ أحمد، سينضم معنا أيضا الأكاديمي والباحث علي العلواني عبر الهاتف من الهند. مساء الخير دكتور علي. نعم مساء النور. أهلا بك دكتور علي. من خلال تصريحات وزير النقل حول العلاقة بين أو مراجعة العلاقة بين الحكومة والتحالف، برأيك ما هي أوجه الاختلال في هذه العلاقة؟ أولا يؤسفنا ما يدور في عدن والوضع الذي آلت إليه مدينة عدن، هذه المدينة العظيمة والمهمة على الصعيد المحلي والعربي والدولي. عدن كان يطلق عليها المدينة الكوزمبوليتانية العالمية التي تحمل طابعا عالميا. الآن تتراوح حالات مدينة عدن صعودا وهبوطا وتعيش مرحلة بائسة ومضطربة على كل الأصعدة. يفترض كما هو مفترض أن تكون عدن عاصمة لليمن، عاصمة للمناطق المحررة، يسودها الأمن والسلام وتسودها النشاطات المختلفة التي تسهم في لفت أنظار الشعب اليمني إلى وجود تجربة كبيرة وناهضة وناجحة في مدينة عدن، تسهم في تعرية الميليشيا الحوثية، حيث الشعب يقارن الآن بين المناطق المحررة وبين مناطق السيطرة الحوثية. نعم. وعلى كل حال الحضور اللافت الآن للميليشيا جنبا إلى جنب مع الحكومة الشرعية هو حضور يثير الاستغراب ويثير التساؤلات عن دور التحالف الآن. الدور الذي يقوم به التحالف والحكومة والمجلس الانتقالي، الحكومة أولا تلام على الرخاوة الزائدة في التعامل مع القضايا، تلام كثيرا على هذا الجانب، يعني هناك نوع من التساهل. التحالف دور الإمارات تحديدا يكتنف حالة من الغموض التي يسود الحالة الراهنة في عدن، وعلاقة الحكومة اليمنية بالتحالف تحتاج إلى تقييم متكرر لتقييم الرؤية والمسارات
التي تم اعتمادها على جميع الأصعدة. أمامنا نظرية مهمة، نظرية مهمة فيما يتعلق بالرؤية إلى عدن، نظرية الاستقرار الشاملة ونظرية التحالف بين الحكومة وبين الحكومة والتحالف العربي وكذلك الأطراف الأخرى الموجودة في عدن. نظريا هذا التحالف يجب أن يكون من أجل الاستقرار والأمن وإقامة الدولة والنظام، لكن عمليا الأمر يشوبه حالة من الارتباك وحالة من عدم التفاهمات وعدم الانسجام وأحيانا التناقض والتعارض. نعم، هذا العدم الانسجام دكتور علي، يعني وحالة اللاتفاهمات وكل ذلك، هو يؤدي بطبيعة الحال إلى طريق مسدود، وبطبيعة الحال أيضا إلى آثار سلبية على مسألة استعادة الدولة وعلى الوضع أيضا في عدن بكل الجوانب. كيف يمكن يعني ردم هذه الهوة أو على الأقل إعادة تصحيح العلاقة؟ هل تستوعب الحكومة ذلك أنها فعلا الوضع سيء ويسوء عاما بعد آخر؟ نعم دكتور علي، ما زلت نعم 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 حقيقة نحن لدينا مجموعة من الملفات المهمة التي يجب على التحالف والأطراف الأخرى الموجودة وعلى رأسها الحكومة اليمنية. على الصعيد الإنساني يجب التغلب على أجواء عدم الاستقرار التي تنتج وضعا إنسانيا هشا ينعكس على الإنسان اليمني. عدن الآن حاضنة لليمنيين، عدن هي الأم الرؤوم التي كانت حاضنة لليمنيين سابقا في زمن الاحتلال البريطاني وفيما تلاه، وكان اليمنيون يلجؤون إلى عدن في كل الأحوال وكل ما تعتريهم المشكلات والهموم يلجؤون إلى عدن. الآن هذا الوضع الإنساني وضع هش وغير قابل للقراءة، هذا على الجانب الإنساني. الجانب الأمني، انتشار الفوضى والاغتيالات وظاهرة حمل السلاح، هذه المسائل التي يجب أن يتم العمل ضمن وفق أجندة وطنية شاملة لمعالجة وردم مثل هذه الظاهرة الخطيرة التي تنعكس على الإنسان. أيضا الوضع الاقتصادي أيضا وضع يعني لا يبشر بخير ويحتاج إلى تقييم مستمر من أجل معالجة الأوضاع الاقتصادية في عدن. كذلك الوضع الاجتماعي، هناك حالة من الارتباك المجتمعي وانتشار الكثير من المشكلات الاجتماعية. نحن نأمل من الأطراف القائمة بما في على رأسها التحالف أن يتم معالجة الوضع القائم في عدن وفق أسس منهجية علمية. أولا على المسار النظري يجب أن تؤسس مسارات جديدة يتم فيها بناء جو من الثقة. الثقة الآن حقيقة مفتقدة، والحالة من الارتباك والشكوك وعدم النظرات الجادة تجاه الوضع القائم الآن يعني يلف المسألة بغموض كبير جدا. هذا بالنسبة للجانب النظري. هناك لا يوجد أسس نظرية واضحة للتحالف القائم في عدن. وعلى الجانب العملي على الأرض لا توجد أيضا انعكاسات للجوانب النظرية. يعني لدينا الآن النظرية والعمليات والمناخ التنظيمي. العمليات أيضا تتسم بالارتباك والاضطراب والافتراق يعني في كثير من الأحيان. أما على الجانب المناخ التنظيمي فهناك نوع حالة يعني لا من عدم الانسجام والتناغم بين أداء الحكومة والتحالف وبين أيضا الميليشيات التي هي يفترض أن تكون ضمن إطار الشرعية وضمن إطار الحكومة. نعم، إذن شكرا. نعم، للأسف لم يعد لدي المزيد من الوقت. شكرا جزيلا لك دكتور علي العلواني الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من الهند. عودة أخيرة لك أحمد ماهر. أحمد، يعني برأيك هل لا يزال يمكن إصلاح العلاقة بين الحكومة وأبو ظبي في عدن؟ أكيد الإصلاحات قائمة، ويستطيع الحكومة إعادة العلاقات بين كل غير إذا كان هناك لقاءات ومبادرات جديدة تعيد العلاقة مثل ما كانت. نستطيع أن نتمنى ونرجو من سيادة رئيس الوزراء أن يزور الإمارات أو يزور السعودية
يلتقي بقيادة التحالف العربي ويناقش بعض الأشياء المهمة تتعلق بالسيادة الوطنية أولا، وثانيا بالمشاريع التنموية الموجودة الذي نستطيع استفادة من المواطنين. تخيلي في العاصمة عدن لم نستطيع حتى السيطرة على سعر صرف الريال، ولا نستطيع حتى على إزالة العشوائيات أو حتى صرف الصحية الموجود في الشوارع. هناك تقصير كثير جدا من قبل بعض المرافق الحكومية وبعض الإدارات وحتى التحالف العربي. الإمارات، دولة الإمارات قبل فترة صرفت أكثر من باصات نقل جماعية كانوا شو يستخدموها نقل الخدمات أو الجامعات، ولحد الآن نعم. إذن شكرا جزيلا لك أحمد ماهر الناشط السياسي، كنت معنا أيضا عبر الهاتف من عدن. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وبركاته.